على حساب فريق النجمة يوم أمس بأربعة أهداف مقابل هدفين. الكرة تحولت من بداية شوط المباراة الأول وتشكيلة الفريقين التي تظهر أمامي عزيزي المشاهد حينما يدخل عبد الكريم فرجان، علي حرم، جاسم الشيخ، وفينيسوس، ومحمد عنز، كومين الأسود، والمهاجم هاشم السيد عيسى في خط المقدمة بالنسبة لفريق الرفاع. في الطرف الآخر صاحب الشعار الأحمر في هذه المباراة، خطورة قائمة من خارج المنطقة، علي ناصر يناول الكرة للرفاع الشرقي، فرصة وخطيرة الآن، هدف أول، يا سلام، الهدف الشرقاوي الأول، سامي الحسيني. لازار جوردوفيتش وتسديدة قوية من لازار بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، اعتلق يلاعب سترة هو الآخر، بينما الخسارة في هذه المباراة ستكلفه الكثير من خلال هذا اللقاء. شمسان يحول كرة إلى العكر مرة أخرى، يناول رائعة إلى كوميل، جميلة إلى جاسم الشيخ، رفاعية من خارج المنطقة إلى محمد عنس، تمريرة خطيرة إلى مصلحة الرفاع إلى فينيسيوس، خطيرة الآن، تسديدة، جول! فينيسيوس يظهر مجدداً، هدف القادم الآن للرفاع من خارج المنطقة إلى جاكو العارضة، وتعود مرة ثانية، فرصة قائمة داخل منطقة الجزاء، لا زالت الكرة لمصلحة الرفاع في الجانب الأيمن، الفرصة لكن مبعدة إلى مصلحة الرفاع الشرقي، عادت للرفاع مرة أخرى، قائمة في الجانب الأيمن، الفرصة رفاعية من جاكو كاد أن يدخل إلى قلوب الرفاعية من خلال الكرة الماضية، كاد أن يدخل إلى قلوب الرفاعية، لكن العارضة تكفلت بإبعاد الكرة، العارضة تكفلت بإبعاد الكرة الماضية. لدينا خطأ، والأخبار اللي هذه راح تكون المحاولة الأخيرة في المباراة، المحاولة الأخيرة في المباراة للرفاع الشرقي، هل يفعلها ويسجل الثلاث النقاط؟ لكنها مبعدة، وحكم اللقاء بعد ذلك حسين الشوي.